طيب ما هو المخرج من ذنوب الخلوات؟ استشعار عظمة الله، مراقبته، وأن الله معك، ما يكون نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا سادسهم، لا قال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. استشعار أن الله يراك ليل نهار مطلع عليك سبحانه وتعالى، وبذلك يدفع الإنسان للتوبة. في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك قال: لله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم، كان على راحلته بأرض فلاة، على راحلة على بعيره بأرض فلاة، فانفلت منه هذه الراحلة وعليها طعامه وشرابه مزاده كله يعني في الأمر، فآيس من بحث عن ما لقاها، فجلس تحت شجرة فاضطجع في ظلها، قد آيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة على عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فالله سبحانه وتعالى يا إخوة يفرح بتوبة العباد، ولا يعني ييأس الإنسان مهما بلغ من الذنوب سواء كان صغيرة أو كبيرة، فأنت أمام رب الرحيم اللطيف سبحانه وتعالى. يدعون دائما يعني أن الله يعني يستحي أن يرفع يديه المسلم، يقول أن يستحي أن يرده صفرا، والله ترفع له أعمال يعني الليل والنهار والنهار إلى الليل، ثم ينظر في طبائع يعني في صحائف العباد، ويعني يغفر لهم إذا طلبوا المغفرة فيها. وسبل المغفرة كثيرة جدا، منها المداومة على الصلاة، منها الصيام التطوع، منها الصدقات، منها كف الأذى عن الناس، والله الحمد يعني مشارب وأنواع كثيرة جدا، الله فتح لك باب التوبة في هذا الأمر. فلما العجز، لما اليأس من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله في الأمر هذا، أقبل، يقول الله لك أقبل. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل في الأمر. اليوم صندوق تضع فيه أي شيء أعمال في الأمر هذا. إنما يا عباد إنما هي أحصيها لكم، الله يحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تلومن إلا نفسك يوم القيامة في الأمر هذا، لأن الله دعاك ثم دعاك، وأنت الآن بأتم الصحة العافية والله الحمد في هذه الدنيا، ونحن في حقبة من حقب التاريخ. فالله سبحانه وتعالى منذ بدء الخليقة ومنذ آدم عليه السلام أرسل الله رسل وأنزل الكتب، وحيا من حيا على الإيمان، ومات على المعاصي والذنوب، نسأل الله العفو والعافية،